عودة مرة أخرى إلى الدكتورة حبيبة بن مديوني، دكتورة مختصة في الإرشاد النفسي. تحياتي لك دكتورة. صباح الخير أستاذ بلال. صباح النور والسرور. صباح حلو إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. دكتورة، وفق استطلاع نشرناه على صفحة إذاعة مسك في الفيسبوك، لا يرى كثير من المتابعين بأن اللقاح مثلا الذي أعلنه الرئيس الروسي بوتين بأنه سيتمكن من إنهاء فيروس كورونا. لماذا نظرة عدم التفاؤل أصبحت هي السائدة عند الناس فيما يتعلق بكورونا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أجل أستاذنا بلال، إن موجة الكورونا التي ضربت الفترة الأولى تترك آثار سلبية، خاصة فترة الحجر، فإن الإنسان تعرض إلى ضغط شديد، والناس أصبحت عندها هاجس الخوف، وردود الأفعال تكون متباعدة. في من الناس من تظهر عليها أصلا اضطرابات مباشرة، في من هو أعراض القلق أو الهلع أو الكورونافوبيا تبدأ في التطور الآن بعد هذه الفترة. فإذا فيبقى معدل الخوف إذا زاد عن الحد الطبيعي، أيوة. إذا قلنا أن الخوف أو الاحتراز أو الحيطة أو الوقاية شيء ممتاز وشيء ضروري عند الإنسان لكي يقي نفسه، فإنه إذا زاد عن حده ينقلب إلى أمراض نفسية، أيوة. منها هي الدخول في الكورونافوبيا أو أمراض الهلع الشديد. طيب. الناس الذين دخلوا ووصلت إذا الاستبيان أعطانا أن كعدد كبير من الناس أصبحت لا تثق في هذا اللقاح، فإن نسبة الناس الذين دخلوا في حيز الأشخاص الذين أصيبوا بهلع إلى حد الكورونافوبيا فإن نقول أنه كبير. كبير. طيب، يعني لهذا الأمر لو فعلا كان هذا اللقاح سواء نتج من روسيا أو نتج من أي مكان آخر وأقرت بيوزات الصحة، هل سيبقى كورونا كابوس يلاحق الناس ويلاحق الأهالي ويلاحق كل شخص حتى بعد انتهائه؟ أكيد. في الحقيقة أن التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، يعني من قبل العصور القديمة حدثت أوبئة كبيرة، نعم. وأدت بحياة ناس كثير، لكن التطور الذي أتى فيه الكورونا بالذات فهو تطور واسع للخبر، إما يكون صحيح أو يكون كاذب، فإن التواصل الاجتماعي أصبح صرح لكل شخص يريد أن يطلق أي إشاعة كانت صحيحة أو كانت خاطئة، فأصبح درجة التخويف أو درجة الاستثارة التي تعرض لها الناس كبيرة، فأصبح الهاجس والخوف من هذه من هذا المرض فإنه كبير. يعني إذا قلنا أن الشخص أعراض الخوف عنده أو الحيطة هي تؤدي به إلى الوقاية، هذا ممتاز، لكن الشخص الذي تراه في مكتب مغلق يضع كمامة فإنه خلاص هذا بدأ يدخل في حيز. لحظة، قلت بأنه شخص موجود في مكتب ويضع كمامة وهو يعمل، هذا عليه أعراض مبالغة، يعني فوبيا كورونا أصبح؟ أكيد، لأنه إذا هو لوحده، يعني تقصدي هو لوحده، من سينقل له العدوى ولمن سينقل العدوى؟ نعم. فإن نعم. الكمامة وضعت للأماكن المزدحمة، الأماكن التي فيها اختلاط مع الناس، هنا تكون، لكن أنك ترى شخص في مكاتب يضعون كمامة، نعم. فهذا مبالغ فيه، خاصة الأشخاص المنعزلين في مكاتب. طيب. وكذلك الناس الذين يتعرضون إلى وسواس تنظيف كثيرا، أيوة. من هذا القلق من هذا الهلع تجده ينظف يده في الثانية أكثر من مرة في المكتب في الأدوات، نعم. فهذا نعم. المبالغة هي نوع من أنواع أعراض، يعني وكأنه أصبحنا بحاجة إلى مرحلة علاج نفسي لأولئك الذين يعني أثرت عليهم كورونا وأعاقت حياتهم بسبب هذه المبالغة وهذا التوجس والخيفة، ليس كذلك دكتورة؟ في الحقيقة إن نسبة الناس الذين أصبحوا يطلبون الاستشارة النفسية عدد كبير. لماذا؟ لأنه في الحقيقة حتى نحن كمختصين وعلى مستوى العالم انطلقت هذه يعني استشارات نفسية أونلاين فتعتبر كمساعدة، لأنه ممكن أن يكون الاضطراب الآن
متحكم فيه مثلا بتواصل وحصص بسيطة، حصص استرخاء مثلا، حتى ممكن أننا نوجه الناس على الاسترخاء وخاصة خاصة على الرياضة، فهذا سوف ينقص كثيرا من مشكلة القلق عندهم ومشكلة الهلع عند الناس. إذا أصبح الناس تتفادى المشكلة، لأنك تلاحظ شيء الآن على كل المجتمعات في كل العالم، ينام على الإحصائيات كم ويجي صباحا يذهب إلى موبايله ليجد كم هو الإحصائيات الآن 100%. لا سيما دكتورة وأنه إذا لا قدر الله يعني تبين زيف اللقاح المعلن من قبل من قبل روسيا، فسيكون هذا له تأثير كبير على أن يصدق الناس أي قرار ربما يظهر من منظمة الصحة العالمية أو من أي مكان آخر. أشكرك شكرا جزيلا. صحيح هما بالرغم من أن المجتمع الآن يعني يأمل وعنده أمل في اللقاح، لكن مخاوفه ودخوله في حيز الهلع الشديد أصبح وكأنه لا يصدق. لكن إذا تسأله وتذهب إلى اللاشعور عنده، تجد الأمل عنده كبير، أمنيته أن يكون اللقاح يعني طبعاً مفيد، لكن ما في هذه الثقة. أشكرك شكرا جزيلا دكتورة حبيبة بن مدوني المرشدة النفسية، كنت معنا صوتا وصورة. أشكرك على هذه المعلومات الرائعة. حياك الله دكتورة، يا هلا ومرحبا. أتمنى إن شاء الله الشفاء بإذن الله ونجاح لكل الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى. العالم حياك الله دكتورتنا كريمة، الله يعطيك العافية.